السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كسطان. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم على عملة TLM، عملة جيدة جدا، عملة خاصة بالميتافيرس، وسوف نقوم إن شاء الله بتحديد بعض مستويات الشراء وأيضا أين ستذهب هذه العملة وبعض مناطق الدخول والأهداف أيضا. قبل بداية هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد، فهناك حلقات شيقة وقيمة إن شاء الله في القريب العاجل، لذا كونوا معنا للانضمام إلى توصيات يومية وتحاليل إن شاء الله. العملة الآن أعزائي الكرام في سعر 0.023. ننتقل إلى مشاهدة بعض النقاط المهمة فيها. التوتال سبلاي تقريبا بخمسة ملايير، الماكس سبلاي 10 ملايير، الماركت كاب 60 مليون دولار، وهو رقم قليل مقارنة ب السبلاي والماكس سبلاي والتوتال سبلاي. ومتوقع ان شاء الله، انا متوقع ان تكون في الماركت كاب في اسعار كبيرة من هذه. الاول تايم هاي ايز كرم او اكثر سعر وصلت العملة عند انضمامها الى الكوين ماركت كاب كانت تقريبا في 7 دولارات قبل سنة، وأقل سعر أعزائي الكرام كان تقريبا في قبل يومين في 0.21. وأنتم تعرفون الآن هبوط البيتكوين إلى أسعار متدنية جدا وأيضا هبوط السوق، فالكثير من العملات فقدت بعض الارتفاعات التي كانت لديها من قبل وأيضا فقدت بعض السيولة. السوق كامل أعزائي الكرام، فنحن نعيش بير ماركت ممكن أن أقول قوي هذه السنة، لكن نتمنى إن شاء الله الخير. ما زالت هنالك الإيجابية وما زال هنالك تعافي للعملات. العملات الرقمية دائما علمتنا أنه بعد كل هبوط حاد يوجد ارتفاع حاد. أوكي، على تريدينج فيو أعزائي الكرام كما ذكرت لكم الآن العملة في أسعار 0.023. سبقنا وأن حضرنا، قمنا بعمل حلقة لعملة TLM تقريبا قبل 8 أشهر وحضرنا من كسر بعض النقاط وكسرت هذه النقاط، ولاحظوا العملة الآن وصلت لأسعار متدنية. العملة أنا أظن ما زالت هنالك هبوط طفيف في العملة، ممكن أن نرى عملة TLM على مستويات تقريبا 0.09 أو 0.88، ممكن، كل شيء ممكن في العملة الرقمية ومع هذا النزول. السؤال الآن الذي يبقى مطروح جدا هو أين سوف تبدأ الإيجابية؟ متى سأقول أن TLM ستبقى بالإيجابية؟ الهدف الأول الآن على المدى المتوسط لعملة TLM أعزائي الكرام هدفها متوسط، الهدف تقريبا الأول هو 0.025، هذا هو الهدف الأول للعملة. بعدها أعزائي الكرام تأتي الهدف الثاني للعملة تقريبا في 0.30 تقريبا 0.30. الهدف الثالث أعزائي الكرام سيكون ارتفاع فوق 0.034، وممكن أعزائي الكرام على المدى البعيد ممكن أن نشاهد ارتفاعا تقريبا على المدى البعيد في عملة TLM أعزائي الكرام إلى حدود تقريبا مستويات 0.071. ففي هذا الحين أعزائي الكرام ممكن أن نقول أن العملة كسبت بعض الإيجابية في السوق. لاحظوا هذه الأهداف كلها، الهدف الأول هنا تقريبا يقدر أعزائي الكرام في 0.025، الهدف الثاني تقريبا في 0.30، الهدف الثالث تقريبا في 0.034، والهدف الرابع والذي سوف يكون على المدى البعيد هو 0.07. أعزائي الكرام نتمنى الخير في هذه العملة وأيضا لكل ملاكة العملة، لأن طلبت مني من أحد الأشخاص، كثير من الأشخاص ليس شخص واحد، فهذه هي النقاط الجيدة في هذه العملة، ولكن حذاري من النزول، ما زالت هنالك هبوط في العملة TLM. نتمنى الخير بصراحة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا بالنقر على لايك والاشتراك في القناة لكي تتوصل دائما بالجديد. أيضا لا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط تجدونها أسفل الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.